يبا وجهزها بالطبخة ونكمل لكم الطبخة كاملة وننزلها مرة واحدة. هذه بداية الطبخة مثل ما وعدناك يا بوريم، طبخة جديدة ونكمل الباقي وتشوفونه. هذه الخطوة الثانية قبل إدخاله في النار. حطينا البطاطس والطماط والبهارات والملح والفلفل، وبعدها عاد نبدأ دعواتكم. بر وبتشوفون الحين الطريقة كيف يا شباب. بعد مرحلة الثانية المرحلة الثالثة، سقيناه لبن بعد ما تحمر، عطيناه شوي لبن عشان يعطي حموضة ويعطي نكهة، وباقي المرحلة الرابعة وبعدها التقديم بإذن الله. يا شباب وحطينا لها شوي بصل ونقفل الحين مع الجمر والنار الهادية. البر يا جماعة عضوي عشان يكون أطعم. عجينة بدينا نحطها، عجينة البر وبعد ما تكتمل أصور لكم. هذه يا شباب الحين يمكن قبل التقديم بخمس عشر دقائق البر مسك، والحمام لا حد يقول لي ايش اسمها، عاد اسمها اللي هو. وهذه نظرة بالطبخ كذا يا شباب بدأ يستوي، نسميها حمام ملة مع قرص بر مضاف مع فلفل احمر. عاد تشوفونها على التقديم بإذن الله، وهذا اهداء خاص. انتهت يا شباب، وبعدها تقطع وبالهنا والعافية. شباب بعد وفي طريقة لها ثانية بالأكل، اللي هو البر واللبن، وتقدر تحط معها عسل بعد علشان حسب المزاج.